تغطية خاصة جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع، أهلا بكم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكونا هاما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات ورفض جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميا في هذا الإطار. كما قام السيد الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن الرئيس من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجها بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصة سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات. كما وجه الرئيس باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين. سأنتقل الآن مع حضراتكم لمتابعة تفاصيل الاجتماع ونقوم مرة أخرى. معنا دلوقتي يعني معنا السادة المحافظين في مراكزهم جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الأقصر. أولاً بهنيكم على الشبكة اللي اتعملت ديت، وده دي نقلة حقيقية في قدرتنا على إن إحنا يعني كدولة نبقى يعني شايفين كويس الأوضاع على الأرض وأجهزة كل محافظة وحتى مع أجهزة الدولة بالكامل، وده أمر حقيقي يعني يدعونا للفخر. عندنا سادة الإسماعيلية أبو واحدة. صباح الخير. جنوب سيناء. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. طيب. محافظة بورسعيد، أنا بس عايز أطمن على موقف توفر السلع والخضروات عندك في الأسواق دلوقتي. الحمد لله يا فندم، يعني عندنا مفيش أي فرق كاملة على الأسواق. لا انا مش بتكلم هنا بس في الوفرة عادي، انا بتكلم هنا في الاسعار عادي. مهم جدا جدا ان احنا نسيطر على، احنا بنقول للناس من حقنا هتكسب، بس انا عايز اقول في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها احنا بنتكلم في مكسب معقول عشان ما يبقاش ده عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها. ده أمر مهم، وأمر مهم إن إحنا كمحافظة أو كمحافظات أو كحكومة إن إحنا نبقى موجودين دلوقتي بكثافة عالية جدا في الشوارع وفي الأسواق حتى نطمئن إن الأمور ماشية بشكل مش هقول مناسب في ظل الظروف اللي إحنا فيها. إحنا مش عارفين الموضوع ده والأزمة اللي موجودة بره دي هتستمر قد إيه؟ بقول الكلام ده للسادة المحافظين في الإسماعيلية وفي السويس والأقصر وفي كل حتة، لكن أنا بقول ده بظروفها دلوقتي مع الاتصال اللي إحنا عملناه بالتجربة إن إحنا بنشوف إن إحنا نقدر كدولة نستطيع إن إحنا نتواصل مع بعضنا البعض في المراكز اللي إحنا أنشأناها للدولة بالكامل في المحافظات بالكامل عشان التواصل المستمر، مش كده؟ لكن أنا اللي يهمني في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها دي دلوقتي ان احنا نبذل جهد اكبر من كده للسيطره على الاسعار في الاسواق. احنا موجودين عشان خاطر الناس. ماشي يا عادل؟ طيب الاسماعيليه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الاسماعيليه يا فندم، انشانا المركز اداره الازمات في المحافظه وكذلك المركز الاقليمي لاقليم القناه وسيناء، وجهزنا الاطقم العامله والاطقم حاليا شغاله على مدار الساعه. نفذنا 5 تجارب، 3 تجارب داخليه داخل المحافظه وتجربتين على المستوى الاقليمي. طب انا هقول لكم برضو، قلت المحافظ بورسعيد
احنا محتاجين دلوقتي نبقى متواجدين على الارض بنسب كبيره قوي، يعني احنا كمسؤولين وماشي في مشكله ان احنا المواطنين توجه لنا يعني هنسمع من مين غير منهم، او هم هيقولوا لمين غير لينا، وبالتالي نبقى احنا نبضهم في الشارع وشايفين الدنيا عامله ازاي. واذا كان في جهد اكتر من كده في التواجد، انا بتكلم التواجد في الشارع والتواجد عشان ضبط الاسعار، لان انا شايف ان دي القضيه اللي احنا محتاجين نضغط فيها دلوقتي. انا بقول الكلام ده لكل الساده المحافظين اللي بيسمعوني، وده ما يتمش ان انا ابقى انا متواجد بالفعل موجود في الميادين وفي الاسواق الرئيسيه واشوف الاسعار بكام والاسعار دي مناسبه ولا مش مناسبه، عشان احنا كدوله نتحرك. اذا كنا محتاجين نعمل تعزيز يعني للمنتجات اللي موجوده ديت، لان هو طول ما في وفره طول ما في فرصه ان الاسعار تبقى مظبوطه، والعكس انا مطمن على ان في تواجد للسلاح، مفيش كلام، سواء كان السلع اساسيه او غير اساسيه، لكن انا مش بتكلم في السلع الاساسيه او في توفرها من عدمه، انا بتكلم في تكلفه السلع دلوقتي. وعايز اقول لكم على حاجه ليكم كلكم دلوقتي، زي ما قلت كده المحافظ بورسعيد، يا جماعه الازمه اللي موجوده ديت قد تطول شويه، ومعنى كده ان اثارها هتبقى موجوده معانا، فاحنا لازم نكون من دلوقتي شايفين ده وبنتعامل معاه، مش على قد اللي هو انك توفر دلوقتي او حتى تظبط الاسعار دلوقتي، لا، احنا عايزين يبقى النهارده عندنا تصور ان احنا تتوفر دلوقتي والشهور القادمه وضبط الاسعار دلوقتي والشهور القادمه، عشان ده عبء دلوقتي على الناس، ده عبء على الناس كتير، خلي بالكم. لكن لما المواطن بيلاقيني النهارده جنب منه في الشارع بيقول لك ما هو شايفني، ما هو حاسس بيا. انا بقول الكلام ده لكل الناس. انا مره ثانيه بقول كل سنه وانتم طيبين جميعا، وسعيد ان انا بكلمكم، وبقول ثاني نبذل المزيد من الجهد مع مواطنين. حد عايز يقول لي اي حاجه؟ متشكرين وكل سنه وانتم طيبين جميعا. شكرا جزيلا. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكونا هاما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات ورفض جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميا في هذا الإطار. كما قام السيد الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية، وذلك في محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن الرئيس السيسي من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجها بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصة سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات. كما وجه الرئيس باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين. ختام هذه التغطية الخاصة، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطية ومتابعة جديدة على مدار اليوم. كنت معكم على الشفاء.